نكمل مع حضراتكم. واحنا يمكن هنا كل يوم بنتكلم او كل فتره بنتكلم عن المشاريع تحديدا التنمويه بس اللي بتنفذ من قبل وزاره الشباب والرياضه. النهارده بقى تحديدا هنتكلم عن عوائد بعض المشاريع دي او مشاريع الطرح الاستثماري تحديدا بنظام حق الانتفاع واللي بينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهوريه خلال الفتره اغسطس 2018 واغسطس 2020 واللي عرضنا بعضها هنا في 10 الصبح في الاهلي. العوائد دي بقى بلغت كام؟ بلغت مبلغ 1.3 مليار جنيه، بينما كانت القيمة الإنشائية مجمعة لهذه المشاريع 788 مليون جنيه. أنا بقول لحضراتكم الأرقام والأرقام دي يعني محددة. بلغت قيمة حق الانتفاع مبلغ 498 مليون جنيه تقريبا. طبعا خلينا نقول ده بيورينا قد إيه الدولة بتستثمر صح، يعني أنت بتحط أرقام ولكن العائد منها قد إيه، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه. خلينا نقول كمان المشروعات دي بتقام لغرض إنشاء طبعا وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب.